أي طقس العرب في الأردن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال 24 ساعة بحول الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 15 درجة مئوية، الرطوبة 66%، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، حيث تنخفض درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة، وتسجل إربد حوالي 27 إلى 14، المفرق 27 إلى 16، جرش 27 إلى 14، وعجلون 25 إلى 12. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 25 إلى 15، الزرقاء 27 إلى 16، البلقاء 27 إلى 15، مادبس 26 إلى 14، والبحر الميت 33 إلى 21. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 22 إلى 13، الطفيلة 24 إلى 15، الشوبك 23 إلى 14، معان 29 إلى 16، والعقبة 34 إلى 23. المنطقة الشرقية رويش التفرق لبعض الغيوم 33 إلى 19، الصفاوي 33 إلى 18، والأزرق 32 إلى 18. إلى اللقاء.